أناقة والاهتمام بالمظهر الخارجي من الأمور التي يهتم بها كثير من الأشخاص، سواء كانوا من النساء أو الرجال. وفي كثير من الأحيان يمكن أن تعطينا لمحة عن شخصية الإنسان، وهي أيضا من أهم الأساسيات التي ينبغي على الموظف أن يهتم بها. لكن كيف نحافظ على أناقتنا ونبقى على الموضة على الدوام حتى في الزي الرسمي الكلاسيكي؟ هذا ما سنعرفه اليوم مع ضيفتي خبيرة الأزياء والموضة مروة موسى. نتحدث عن الزي الرسمي. إذا يسعد صباحك يا مروة، أهلا وسهلا بك ويانا في الاستديو. مروة، عندما نتحدث عن الزي الرسمي، عن أي الأزياء بالضبط نتحدث وأي الموديلات تنحصر بهذا الإطار؟ الزي الرسمي الكلاسيكي. هلأ الزي الرسمي الكلاسيكي معروف بالبدلة، بس قبل ما نفوت بتفاصيل كيف فينا ننوع بالزي الرسمي وكيف نخليه على الموضة، هلأ صرنا بال 2018 كل الناس فاتت بالموضة وبتعرف شو الترندز. بس أول شيء لازم أعرف أنا شو بيلبق لي كلون بشرتي، شو بيلبق لي كستايل جسمي، وأهم شيء شو الدرس كود بالعمل. طيب. لأنه بيفرق بين بانكرز، بين إيفنت بلانرز، بين صحيح يعني بتعرفي أكيد أكيد. هلأ فينا الزي الرسمي اللي اكثر العالم بتفضله هو البدله. طيب. البدله السوداء او البدله البيسك، الالوان البيسك، سواء مع تنوره او سواء مع بنطلون. بالضبط. هلا حتى لو انا لبست بدله بيسك، في عالم بتقول لك انا ما بحب انه بطلع كثير كاني قديمه، بدي اكون يعني اكثر عن الموضه. طيب. بالضبط. فانا هون بغير بقصة البدله. يعني الجاكيت هلا بطلت مثل قبل كثير فت وقصيره، صرنا عم نشوف الجاكيتس عم تروح على طول. يعني صارت اطول واوسع شوي، بتعطي أناقة أكثر مثل اللي أنت لابستها يعني إلى حد ما. أوكي. وبالنسبة كمان لقصة البنطلون، يعني زمان كانت كمان تبقى ستريت كات طويلة، واللي هي القصة العادية المتعارف عليها. هلأ صرنا أكثر فينا نروح على قصة البنطلون، بتيجي قصيرة على الكاحل، أوسع من فوق، أضيق من تحت، مع البوكتس الجيبات اللي بيكونوا على الجنب، هيدي بتعمل ستايل أكثر. إذا أنا بدي أبقى بالبيسك، فيني غير لون التوب يلي انا لبسته تحت الجاكيت، فيني اعمله كولرد، فيني احط. هلا اغلب الناس بتحب الابيض والاسود، بس ستيل كمان فينا نكون بالموضه لانه شكل التوب بيغير. طيب. هلا في ناس اكثر بتروح مثلا على البرت، اذا نساء بريتل، الشباب تي شيرت، حتى النساء هلا صاروا بيلبسوا تي شيرت على السوت. طيب. فتغيرت الموضه، واذا انا ما بدي ضلني على الاسود والكحلي والرمادي، صرنا عم نلون بالسوت. يعني اذا هلا بتشوفي صار في عنا سوت حمراء، صار في عنا سوت سبينك، بس اكيد هذا كمان بيرجع للدرس كود تبع الشغل. صح، حسب المكان 100%، لانه في شركات ما بتقبل بهالقد الوان، بتقول لك نحن بالبيسكس، بس طالما المكان العمل بيسمح ليش لا؟ بلبس احمر وتحت توب، يعني اللي بيلبق له. يعني هلا اذا بدك في البلوكت كلر، صار بيلبق البينك مع الاحمر، الازرق مع الاخضر، يعني الوان غريبه. صح. شوي كمان بدأ الواحد يكون عنده جرأة لحتى يقدر يفوت بهيك ألوان. طيب، في حال مكان العمل يفرض أيضا على الموظف لبس التوب بلون معين، هنا بالنسبة للنساء اللي نتحدث أكثر، دور الإكسسوارات إلى أي مدى يلعب دور في تغيير المظهر الخارجي؟ 100%. هلأ قدي أنا شو هو هدفي من الأكسسوارز لما حطها؟ أنا شو الإيمج اللي حابة وصلها من طريقة لبسي؟ كمان هذا بيعتمد على شو أنا وظيفتي بهذا المكان. يعني هل أنا بدي بيّن strong personality؟ هل أنا بدي بيّن أنه أنا leader؟ أنا friendly؟ هذا الشيء بيلعب دور. ما مبالغ كثير بالاكسسوارز مع السوتس لانها بتطلع اوفر. يعني انا ما بدي اخذ روح كثير على دراماتيكال ايمج، يعني انا بدي الايمج اللي تناسب شكلي. طيب. طبعا الرجال الساعه كثير مهمه، وتغيير الساعه بشكل دائم مهم. ربطه العنق كثير مهمه. هاي للرجال. للرجال. هلا في رجال ما بتلبسها، بس لما البس ربطه عنق بطلنا كثير نروح على اللي كثير عريضه واللي فيها كثير الوان، صرنا بنلبسها رفيعه. وهذا الشيء كمان بيعتمد على الرجل وعلى البادي شيب. اكيد بنرجع بنقول انه ما فينا نقول خلص انه طايره رفيعه البدله لازم تكون فتد للرجال. يعني خلص لا. بتفرق. وهلا صار الرجال اكثر بيلبسوا البدله فت، النساء بيلبسوها واسعه اكثر. يعني صرنا عم نبدل، عم نغير. النساء الحلق، كمان النكلس، الرينجز، هولي كلهم بيغيروا كثير بالستايل. وهلا البلت رجعوا. ايه؟ الاحزمه. صح. ايه؟ الحزام. ايه؟ الاحزمه. صح. طيب مروه، في حال احنا لابسين مثلا الجاكيت، سواء كان عريض او واسع، قصير او طويل، هنا الاكسسوارات بماذا تنصحين؟ تنصحين مثلا الناعمه الكبيره ورقيقه مثل اللي لابستها انت، حلوه، شو تنصحين النساء بهالموضوع؟ اوكي. هلا كمان المشكله انه هذا كله بيرجع لشخصيه المراه يلي عم تلبس، لانه
نحن عاده لما مثلا بيجي يسالوني انا شو بدي البس مع هيدا الستايل، طب بدي اسالها انت شو حابه تبيني، انت شو حاب، شو اللوك اللي حابه تظهريه، رومانتك ولا حابه تبيني كاجوال، هذا كثير بيلعب دور. تتبع ايضا قصه الوجه ولا لا؟ مثلا الاقراط الطويله طبعا، يعني بنشوف نحن قديش طول الوجه مع الرقبه وشو لازم، انه يعني في اشياء بتطول الرقبه اكثر، في اشياء بتقصر الرقبه اكثر، فانه اكيد انا بدي اعمل شيء بروبورشنال يكون مناسب للمساحات اللي موجوده بوجهي ورقبتي وجسمي من هون. هلا مثلا اذا يعني بتيجي لعندي انا ببالغ كثير بالاكسسوارز لاني بحبها، ذس از ماي سيجنتشر، بس انا طبيعه عملي تسمح لي فوت بهالمحل، تسمح لي اني كثير البس اكسسوارز ونوع. بانكرز يمكن او محل كثير كوربريت اذا بدك ما فيهم كثير يكونوا عم يحطوا رينجز مليان بالايدين لا اكيد بده يروحوا على شيء سمبل ناعم، مثلا خاتم اذا فيه سوليتير اذا لا هيك يكون سمبل ما فيه كثير عجقه. كله بيرجع اكيد للسوت اللي هي لبسته او للطقم اللي هي لبسته وشخصيتها. طيب مروة عندنا صور خلينا نستعرضها مع بعض، نشاهدها للصور ونعلق عليها. اول صوره رح تظهر هذا يعني هيدي بدله كلاسيك عاديه بس ستيل شوفي ام ترند بتحسيها. اول شيء الجاكيت بنشوف هون اطول من اللي كانوا قبل يجوا تقريبا تحت الخصر بشوي، هلا صرنا عم نطول، حتى الشميز اللي تحته ما مبكى لاخر يعني ما انه مسكر للاخر بيجي مفتوح، وحتى هي هيدا المقلم كمان هلا اتس ترند ففيها تروح اكثر على هيدا المحل. بس هذا ما يسمن شويه ينطي كانه وزن بما انه هو ما مخسر مروه؟ هيدا اللي رجعنا قلناه انه بيعتمد كل سوت بتشوفيها بتعتمد على البادي شيب. نعم. انه انا ما فيني اكيد حدا يعني مثلا بعطيكي اكزامبل، حدا كثير عريض على الوراك ما بنلبسه هيدا اذا مفتوحه بتعرض يعني اكزاكتلي بنجرب ان يعني حتى البنطلون بنغير فيه، بنجرب انه الخصر يكون اعلى لانه مثلا في ناس بتقول لك عندي اللوف هاندلز بدي غطيها سو بدي لبسها انا اكيد بنطلون يكون خصره اعلى، يعني بيرجع للجسم. حتى هلا كمان صار دارج عندنا كثير الوايد ليجز بانتس، اما اذا بتمرق معنا بس الوايد ليجز بانتس كمان بيغطي بمحل من المحلات. هذه ايضا صوره مروه كمان نفس الشيء، انا هون عم بعطي يعني اذا بدك بيسك اللي هي الكلاسيك، سوري الكلاسيك سوت، بس اذا بتشوفيها بتلاقيها انه فاشنبل انه على الموضه. قصه البنطلون غير، قصه الجاكيت واسعه بتشوفيها هون اضبط كمان اوسع. قبتها غير. هذه ايضا هون صرنا بالكالر سوتس، يعني في ناس بتقول لك اوكي انا بدي اطلع من البيسك، هاي صرنا بالكالر سوتس وبلبس لحتى فيني نوع، اذا بديش كثير اطلع انا اوفر بالالوان سو بروح على بيسك سوداء بيسك بيضاء، فيني نوع بالالوان حسب الشغل اكيد فيني يعني حسب المكان. طيب كمان. في حال مروة مكان العمل ما يفرض لون معين، فقط التصميم معين انه جاكيت وتنورة او جاكيت وبنطلون، هنا القماش بأوراد بنقشة، هل تفضلي بمكان العمل لو لا نبتعد عنه؟ ممكن بس يكون الباترن خفيفة، مش كل السوت من فوق لتحت باترن يكون فيها ورود. نعم. لانه بنروح كثير على رومانتيك ستايل وستيل انا بكوربريت فيلد، يعني انا بدي بين شوي كمان بروفيشنال، يعني هلا كمان بيرجع لشخصيه الشخص. يعني قد ايه هو بحب يلبس شيء فيه باترن ورود وقديش لا. قبل ما نتحول الى الرجال وعندنا صوره محضره، خلينا شويه لحظه مو الرجال استنوا انتظروا بالترتيب هذا لانه كمان كلاسيك سوتس فور مان، يعني اذا الرجال بحبوا يروحوا على كلاسيك This is a classic and trendy. طيب ارجع للنسوان مروة، الحذاء ايش قد يلعب دور بالمظهر؟ تنصحين انه الكعب العالي ام الفلات، الحذاء الفلات؟ ام هي تعتمد تنوره او بنطلون لابسه او شنو؟ هلا مور بروفيشنال لوك وفاشنبل لوك، الشوز يفضل يكون كعب. هلا في كمان فاشنبل لوكس بيكونوا فلات، بس انا لما البس سوت تكون كلها فابريك قماش ما في اي جينز داخل فيه، مثلا انا اليوم لابسه بنطلون جينز فيني البس فلات بيطلع كثير مهنون كمان، بس لما البس كلها قماش انا بفضل اني اروح اكثر على انه كعب. في اكيد هذا كمان بيرجع لانه في ناس ما بتقدر تلبس كعب على يوم طويل وكثير متعب لها، فيها تروح حفلات بس فلات كلاسيك. نعم. يعني مش سنيكرز مثلا لانه صحيح. مكان عمل بالنهايه، ففي اشياء كلاسيك بتكون وبتكون زحف او كعب اقصر. طيب حسب الشخصيه، انا بروح لكعب كثير عالي اي انا نفس الشيء احب الكعب العالي. زين مروه خلينا نتحول للصور الرجال حتى لا يزعلون علينا، سيقولون ما خلينا لهم وقت، اكو صوره جاهزه خلينا نشوفها. هذا شلون بتشوفي سوري الجاكيت صارت مخصوره اكثر، نحن مخصوره يعني مخصره
ايوه فتت اكثر على من قبل، يعني زمان كانت بتلاقيها ستريت كات ستريت كات واسع شوي، بس هذا يراد لجسم يعني خلينا نقول رشيق للرجل صح؟ بنرجع لموضوع البودي شيب. اها يس بيرجع لموضوع البودي شيب. هلا حتى لو ما كان كثير رشيق بيفتح الجاكيت، ما فيه يسكرها ما بنسكرها، متركها مفتوحه، بس كمان القصه اللي هي الفت كثير هلا ترند وكثير درج وكثير مرتبه، فحتى لو انه منه كثير هيك مش رجع يروح على الجيم. اذا راحوا. طيب مروه، للرجال اللي شوي عندهم بطن يعني بمجتمعنا العربي شوي كثير من الرياجيل عندهم يعني البنطلون بيبقى نفس الشيء اكيد. ما في يروح على السليم فيت كثير، ما في يروح على البنطلون اللي بيكون قصير اللي واصل للكاحل اكيد. لا بده يروح على الكلاسيك اكثر، بس مش الكثير فضفاضه يعني مش كثير واسع تبين انه مش على قياسه، لا اكيد لازم تكون على قياسه على القد. بيختلف هلا مكان الزرار للشباب يعني ذكري زمان كانوا زر واحد او كانوا ثلاث زرار وبتيجي هيك كات ستريت ستريت. هلا لا صاروا يا زر انه بتبين قديش هي فت، يا تو بوتنز زرين، فهيدي كمان بتلعب دور. لما يكون عنده بطن صغير ليتس سي بده يفتح الجاكيت ما فينا نسكرها ويخنق حاله، لا بده يفتح الجاكيت وما فيه يوسع كثير لانه بيوسع على الكتف، فبصير المنظر بتحسي انه في شيء مش متناسق. بده ياخذ على قياسه ويترك الجاكيت مفتوح، والبنطلون ما بده ياخذ الخصر القصير والبنطلون اللي على الكحل لانه كمان دارج هلا للرجال، فما بيقدر يلبس هذا الستايل من البنطلون، بنصحه زياده. اها زين، عندنا بعد صور خلينا نشوف ابراهيم، عندنا بعد صور وينها بعد الصورة؟ ها رجعنا مرة الأخرى للنسوان، هيدي التشيكت سوت. اها وهي لابسة فلات حذاء، هيدي لابسة فلات تشيكت سوت، هي هيدي الباترن يلي هلا بنشوفها الكارويات في كل مكان للرجال وللنساء. وحتى على الدرسز اذا بتشوفي هون يعني انا مثلا اذا بدي اروح على درس بس ما بدي البسه كثير مفتوح هيك فيني البس فوقه بليزر سوداء. فالتشيكت سوت هلا كثير دارجه، وهيدي القصه كثير دارجه. اذا انا لابسه تشيكت سوت هلا صار يجي فيهم خط لنقول بينك او اصفر، فاذا بلبس تحت توب تلبق على الخط اللي موجود بهيدي السوت. فانا هيك عملتها ترندي اكثر فاشنبل اكثر وملفت للنظر اكثر. هلا اذا ما بدي اروح على السوت وانا حدا ما بحب السوت مثلا، انا بحب بس يعني حسب بدنا ساعتها فينا نلبس اشياء ميكس اند ماتش اللي هذه الصوره المحضره مثلا مثلا او تنوره سكيرت وشميز مثل انت اللي لبستيهم ميكس اند ماتش، ما بدك تلبسي بليزر مثلا ذاتس بيرفكت. هذا شيء كثير بيريح ناس خصوصا هلا بالصيفيه البليزر شوي صعب لبسه، فيفضل انه ساعتها بتروح على تي شيرت بتروح على بليزر خفيفه. هلا كثير دارج في ناس كمان بتقول لك انا ما بقدر اتخلى عن الجينز، يس انا فيني يكون فورمال كلاسيك كاجوال بالجينز، تعتمد حسب ايش رح تلبسين من فوق بالضبط. يعني اللي عاطي الكلاسيك لوك هو اذا بتلاحظي البليزر عطيتك الفورمال كلاسيك لوك، فانا عم فيني البس تحتها تي شيرت جينز كعب، انا هيك غيرت وشكلي بروفيشنال ستيل بروفيشنال. هلا صاروا بيروحوا على ميتينجز هيك. اذا دائما ممكن نكون انيقات ومرتبات لكن نتبع الخطوات الصحيحه وشنو يناسب جسمنا. صح 100%. شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالاستوديو، ضيفتي خبيره الازياء والموضه مروه موسى، تحدثنا عن الزي الرسمي داخل اماكن العمل. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.